وجود الأستاذ عصام الشاعر معنا، وهو الحقوقي المعروف ومدير عام المنظمات الدولية في وزارة حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي العزيز. اليوم لدينا يعني موضوع ذو ارتباط بالحق المهم للإنسان اليمني، وهو حق التعليم. لدينا هذا التجريف الكبير من الميليشيات الحوثية للتعليم ومحاولتها تدميره في كثير من المناطق التي تسيطر عليها. ما هو جهد وزارة حقوق الإنسان، وأين يمكن أن تدافع وتنهض بالدفاع وبالصوت العالي ضد هذه الموجة؟ لماذا لا نجد موقفا يعني معبرا وقويا لدى المنظمات الدولية المعنية، خصوصا المعنية بالحقوق، في هذا الإطار؟ شكرا جزيلا لك أخي العزيز، هذا الموضوع مهم للغاية، وتحية لكم في قناة عدن الفضائية. تسليط الضوء على حق مهم من حقوق الإنسان، ألا وهو حق التعليم. بالطبع دعني أعرق بشكل سريع على تجاوزات وانتهاكات الجسيمة التي مارستها ميليشيات الحوثي في انتهاكات ضد هذا الحق، ثم أستعرض جهود وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في هذا الشأن. بالطبع نحن نعاني واليمنيين يعانوا من عمليات تجريف للهوية مارستها ميليشيات الحوثي بشكل منظم، وأخذتها من إيران، أخذت هذه التجربة من إيران، حيث شرعت إلى تغيير المناهج الدراسية والتعليمية، ثم عينت شقيق المدعو عبد الملك الحوثي وزيرا للتربية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك دخلت المساجد واستولت الوزير الحوثي قد دخل السرداب عموما، قد دخل السرداب. نعم. ربما منذ سنتين تقريبا وهو داخل في خلافات مع جماعته، و نعم تفضل، ومع ذلك لا يزال ربما وأدواته تدير هذه الوزارة المهمة للغاية. بالطبع أخي العزيز، وبالتالي نحن شاهدنا يعني عمليات تجريف الهوية، عمليات تجريف يعني عملية نشر الطائفية والكراهية. هناك خطب تجنيد للأطفال بزقهم في الصراعات وكذلك في الجبهات الأمامية للقتال. كذلك قامت بعمليات يعني ما تسميها بالدورات الثقافية لنشر الفكر الطائفي العنصري الدخيل على اليمنيين. كل هذه الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق التعليم قامت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بإعداد عدة تقارير حقوقية نوعية تستعرض هذه الانتهاكات الجسيمة. هذا من ناحية الرصد والتوثيق. من ناحية التواصل مع المنظمات المعنية بالتعليم، نحن نتواصل مع هذه المنظمات بشكل مستمر، وهناك إدانات لميليشيات الحوثي متكررة، هناك عمليات يعني ضغط على هذه الميليشيات، وكذلك نقوم مع الوزارات المختصة كوزارة الإعلام وغيرها من الوزارات بنشر التوعية للعائلات والأسر ولليمنيين الواقعين تحت سيطرة هذه الميليشيات. كيف أنا أسأل سؤالا ربما له ارتباط بالحكومة بالمجمل وبرئاستها تحديدا أكثر من ارتباطه بوزارة معينة. اليوم هذه المنظمات الدولية تطبع الكتاب المدرسي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وأمرين مهمين في هذه النقطة. الأمر الأول أن هذه المناهج مختلة ومضاف إليها مواد عنصرية واتجاهات طائفية غير مقبولة يمنيا. الأمر الثاني، تقوم بطباعة هذه الكتاب لا لتوزيعه للمدرسة الحكومية وإنما لبيعه للمدرسة الأهلية. تصل تكاليف بعض المدارس الأهلية من شراء هذا الكتاب ملايين الريالات وعشرات الملايين من الريالات. أين الحكومة من إيقاف طباعة الكتاب عبر أموال اليمنيين المهداة من هذه المنظمات الدولية أو من المانحين عبر هذه المنظمات؟ طبعا نحن لا نقبل بتاتا أي منظمة
منظمة دولية تمول طباعة هذا الكتاب، وسبق وأن كانت أحد المنظمات الدولية قامت بتمويل طباعة هذا الكتاب، وكان هذا الكتاب يدعو إلى عمليات تجنيد الأطفال وبث الكراهية، ويعني بث الكراهية في نفوس اليمنيين، وكذلك يعني هذا الكتاب كان امتداداً لثقافة هذه هل مشاريع المنظمات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات معروض على طاولتكم؟ هل لديكم معرفة ما الذي تنفذه هذه المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين؟ دعني أكون صريح في الإجابة عن هذا السؤال المهم للغاية. نحن لدينا وزارة مختصة للتعامل مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وهي من تمنح لها التراخيص، وبالتالي هي وزارة الشؤون وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي من تمنح لهذه المنظمات التراخيص، وبالتالي على عاتقها موضوع الرقابة. نحن في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وبالخصوص الدائرة التي أرأسها وهي المنظمات والتقارير الدولية، أي عمل أي تجاوز من أي منظمة في الجانب الحقوقي يجب يعني نرفع تقرير بإيقافها فورا، و يعني سحب التقرير مباشرة. جميل، إذن هذه الجهود